اليوم عندنا انطلاقه ديال القطب التكنولوجي بالنسبه للوزاره. الهدف من هذا القطب التكنولوجي وهو العمل من اجل تقويه الخبره داخل الوزاره وكذلك المسار التقني، وهذه لاول مره هنالك المسار الاداري ثم المسار التقني، وهذا غيجعل انه غنقويو القدره على التمكن من التقنيات الجديده. والهدف من كله هو التطوير والعمل على تحقيق السيادة التكنولوجية في بلادنا في مجال البناء والأشغال العمومية والأرسال الجوية والموانئ. هذا عنده واحد الأهمية قصوى، لأن جهة الملك أكد على ضرورة تقوية السيادة الوطنية. ثم تعلمون بأن مع التغيرات المناخية ومع كذلك لا يقين اللي احنا فيه، من ضروري أن يكون هنالك القدرة تمكن من كل هذه التطورات، خصوصا أننا مع الذكاء الاصطناعي مع الرقمنة، فكل ذلك يتطلب خبرات، يتطلب كذلك مسارات مهنية، ويتطلب كذلك تقوية القدرات لا ديال العاملين في هذا القطاع ولا كذلك ديال الطلبة اللي هما في المدرسة الحسنية الأشغال العمومية. إن بغينا نردو من هذه المدرسة مدرسة ديال التميز في مجال التكنولوجي وفي مجال الماء والأشغال العمومية.